بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء الموافق 9/3/2021. اليوم يا جماعة راح نبدأ في أول شابتر اللي هو Introduction للأناتومي. الكل عارف شو معنى كلمة أناتومي، مش هيك؟ شو معنى أناتومي؟ علم التشريح. نعم، علم التشريح. أوكي، لحظة شوي. بالله هاي كلمة أناتومي، خليني أتأكد من شغلة. بس أنا في عندي دم وأنا بحاول أكتب، مش راضي أكتب. أوكي، anyway استعين فيه بعدين. أوكي، خلينا على هيومن أناتومي. هيومن أناتومي اللي هو علم التشريح. نبدأ أول مادة في هذا الشابتر اللي هو أناتوميكال بوزيشن. بدنا نتعرف في البداية، دائما الأناتومي نبدأ فيه من الأبسط للأصعب. في البداية لازم نتعرف كيف نسمي مسميات. إذا أنا بتعامل مع هيومن بودي، كيف بدي أسمي البوزيشن؟ يعني ما بقدر أنا أحكي مثلا والله هذا أبر هذا لور، لا. في عندي أناتوميكال بوزيشن، هاي بتجدوها في كل الكتب العلمية. مثال، خلينا نبلش هنا. A common visual reference point. Person stand erect with the feet together and eyes forward. يعني إذا كان اتجاه هذا الشخص، العين، شوف العين باتجاهكم، ال نسمي المنطقة هاي الليمب اللي هو أو البالم، يسموها البالم، كف اليد باتجاهك، الركب باتجاهك، هذا له مسمى. الآن طبعا هذا الستاند الخاص بهذا الشخص يكون له مسمى، مثلا البالم فيس انتيريرلي وذ ثامبس بوينت اواي فروم ذا بودي. خلينا نتفرج على من ناحيه اناتوميكال بوزيشن كيف نتعامل مع هذا الشخص. شوفوا يا جماعه، كل شيء فوق الحوض، فوق البلفس نسميها، في منطقه البلفس، اي شيء فوق الحوض هذا بنسميه من ناحيه اناتومي اكزيال ريجن، بنسميها اكزيال ريجن. اكزيال معناها عمودي. ايضا اكزيال بتعمل لها معنى اخر في من ناحيه، خلينا نسميها كومون او سينونومي مماثل، بسموها ابر ريجن او اكزيال ريجن. فمباشره انا في اي كتاب، في اي موقع، في اي موديل، اذا شفت عندك موديل لما يحكي لك والله في عندي في الاكزيال ريجن، لما تسمع كلمة إكزيال دغري بيجي على بالك مباشرة من الحوض باتجاه الهيد، هذا بنسميه الإكزيال ريجن. طيب شو الإكزيال ريجن بيعني؟ بيعني الهيد، هاي المنطقة بنسميها هيد، النك، الثوراكس أنا بنسميها صدر، ثوراكس. بعدين الأبدومين، أبدومين كلمة علمية معناها البطن. بعدين بيجي عندك البلفس، الحوض، هاي كلها بنسميها اكزيال ريجن، بسموها ترانك ريجن. ترانك يعني المنطقه، ترانك معناته الدياميتر له كبير، وين بتسمع كلمه ترانك معناته في حجمه بكون كبير. فكلمه اكزيال اوتوماتيكلي بتدل على الهيد، نيك، ثوراكس، ابدومين وبلفس. هاي نتعلمها اول مصطلح اكزيال ريجن. بعدين نجي على البوزيشن الثاني. انا هون بتحدث عن بوزيشن، اناتوميكال بوزيشن كيف بسميه. بعدين نجي على الابنديكولار. شو يعني كلمه ابنديكولار؟ هو كل شيء تحت البلفس، تحت الحوض، بسموها لور ليمب، لور ليمب. فهون معناتها الثاي مثلا، او نحكي معناتها الفيت، القدم، هاي بسميها ابنديكولار ريجن. دائما مثلا طلع هون عندي البالم، اليد، هاي تعتبر يا جماعه ابر ليمب اليد، يعني كل، حتى اليد، حتى لو انها واصله تحت، شوفوا هنا اليد واصله تحت البلفس، بس بعتبرها اكزيال ريجن، بعتبرها ابر. اوكي، في ناس بيخربط ما بين البالم، بحكي لك هاي جايه في اللور ليمب، لا، انا اي شيء فوق البلفس حتى لو كان تابع له بسميه اكزيال. فاليد، والله اجاك مريض فانت تحكي والله عنده مشكله في البالم، هاي بسميها اكزيال، ما بسميها لور او ابنديكولار. كل شيء معناته ابنديكولار تحت البلفس. بلفس كلمه
طبية أو أناتوميكال أو ميديكال تيرم معناها حوض. هيك بهاي الطريقة إحنا بنتعامل مع الأناتوميكال بوزيشن. فوين ما مر عليك ابندكولار ريجن أوتوماتيكلي أنا بفهم إنها لور ليمب من الحوض إلى القدم to the feet. أنا لما بشوف كلمة ايجر ريجن أوتوماتيكلي بفهم إنه من البلفس إلى الهيد. واضح يا جماعة شو معنى ايكسيال شو معنى ابنديكولار اذا وجهتوها في اي مكان اي كتاب اي موديل؟ واضح دكتور. طيب شوف اللي بعديها يا جماعه. الريجنال تيرم حكينا ايكسيال ذا مين اكسس اوف ذا بادي. ايضا الاكسيال بسموها الاكسس. شو يعني اكسس؟ عمودي. الابنديكولار ريجن اللي هي الليمب اللي هي الاطراف خلينا نحكي القدم اليمنى واليسرى تحت الحوض. هذا من ناحية ريجينال يا جماعة. ريجينال معناته مكان. نيجي على النوع الثاني الدايركشنال تيرمينولوجي، الاتجاه حسب الاتجاه. شو هي المصطلحات اللي تستخدم في الاناتومي من ناحية دايركشنال؟ اوكي الان refer to the body in anatomical position standardized term of direction are bare term. نتعرف شو على الدايركشنال. طلع يا جماعه هنا هاي التيبل هذا حلو كثير مهم جدا. نيجي على اول تيرم شو معنى السوبيريور؟ دائما سوبيريور معناها كرينيال. سوبيريور يعني طلعوا من الاسفل الى الاعلى. مثال خليني افرجيكم مثال سوبيريور بقدر اتعامل معاه. خليني هنا اشوف اذا في بنت عندي insert بتحاول اتعامل اذا في قلم عندي هنا anyway مش مشكلة. طلعت يا جماعة كلمة superior. superior معناها انه انا بعني الاتجاه من القدم الى الاعلى. فلو فرضنا في عندي هنا نيرف او في عندي شريان او وريد artery vein، هذا الفين جاي من القدم ورايح الى القلب، او جاي هذا الشريان من القدم او النيرف جاي من القدم وطالع الدماغ. اي شيء جاي من الاسفل الى اعلى الجسم نسميه superior. اوكي inferior. inferior اي شيء نيرف artery vein جاي من الهيد ورايح على القدم بالعكس هنا من الاعلى الى الاسفل بسميه inferior. طلعوا هنا superior toward to the head باتجاه الهيد يعني من الأسفل إلى الأعلى. أي شيء من القلب إلى الدماغ، من القلب من الأسفل إلى الدماغ أعلى هذا بسميه superior. inferior العكس from the head هي away from the head بعيدا إلى الهيد باتجاه الجزء السفلي للجسم بنسميه inferior. فلو جاء لك مثلا قرأت في الأناتومي والله superior vein superior vein شو اوتوماتيكلي شو بتفهم من كلمة superior vein؟ عبد الكريم سامعني عبد الكريم؟ عبد الكريم نعم معك دكتور. الآن بناء على شرحنا يا عبد الكريم شو لما قلت لك superior vein شو بتفهم يعني superior؟ دكتور انه من اسفل الجسم لأعلى الجسم. نعم انه هذا الفين الفين اللي هو الشريان جاي من الاسفل للاعلى اوتوماتيكلي. اوكي inferior والله هذا جاي من الاعلى للاسفل خلاص اوتوماتيكلي. هذول نفهمهم الكونسبت هاي بسموها orientation and directional term في الاناتومي. هاي متعلقه في ماده الاناتومي. بعديها interior. لما تيجي تشوف كلمه interior شو يعني interior؟ طلعوا من الخلف الى الامام toward or the front of the body. والله هذا البوزيشن طلعوا هذا الموقع والله بحكي لك القلب جاي في منطقة الانتيريور. شو يعني انتيريور؟ انه الانسان او انه هذا الجزء جاي في المقدم الى الامام. posterior خلفي في منطقة الخلف. يعني مثلا لو حكينا القلب والرئة، القلب والرئة أو نحكي القفص الصدري. القفص الصدري جاي في الأمام بنسميه interior.
شو وراء جاي القلب نسميه posterior، واضح؟ فانتيرير هو جاي في المقدمة، اللي جاي في الخلف مغطى مثلا بشيء معين وجاي خلفه نسميه posterior، واضح؟ طلع هنا شو كاتب في هذا السلايد، كاتب the breast bone is anterior to the spine. شو يعني؟ انه عظام القفص الصدري جاي في المقدمة امام الظهر. spine معناها ظهر، او خلينا نحكي هنا العمود الفقري. نعم، القفص الصدري بيجيب جهة الانتيرير للعمود الفقري، نعم للعمود الفقري. الآن الهارت وين جاي؟ يكتب لك posterior to the breast bone. القلب جاي خلف القفص الصدري، posterior خلف، أو بسموها duracell. يعني كلمة duracell و posterior معناها back، interior ventral معناها في الأمام. كلمة ventral أمام أو interior، هذول المصطلحات يستخدموهم ventral أو duracell، interior أو posterior. نكمل اللي بعدها. ميديال، شوفوا هذا الاورينتيشن اند دايركشنال تيرم. ميديال شو يعني؟ ميديال جاي في الوسط، ان ذا ميدل. الان لو نيجي نحكي الهارت، الهارت وين بيجي؟ ان ذا ميدل اوف ذا تو ارم. نعم، القلب بيجي ما بين الايدين، ما بين اليد اليمنى والوسطى. كلمه ميديال اذا شفتها اعرف انها معناتها وسط، ميد لاين. كلمه لاترال، لاترال اواي فروم ذا ميد لاين، بعيد. يعني الايدين لو نفرض هنا الايدين بعيده عن القلب، صح؟ الايدين بعيده عن القلب، لاترال. نيجي على بعديها بروكسيمال. بروكسيمال كلمه او ميديكال تيرم معناته قريب. بروكسيمال قريب، نحفظها. يعني مثلا نحكي اليد قريبة من الرأس، مثلا the elbow is proximal to the wrist. elbow اللي هو الكوع، قريب من كف اليد مثلا. elbow proximal، proximal قريب. distal بعيد، اوكي. الرأس بعيد عن القدم مثلا، أو هنا كاتب the knee is distal to the thigh، الركبة بعيدة عن الفخذ. فهي نعرفها ميديال وسط، لما بشوفها lateral معناها بعيد عن الوسط، proximal معناته قريب، distal معناته بعيد. أوكي، proximal تيجي معناها near باللغة العامية، distal معناها far away بعيد. اوكي يا جماعه، هذول جننونا بال شو اسمه هذا، في جرس الانذار. جرس الانذار مش فاهم انا، لحظه شوي بالله خليكم معي، ازعاج هذا. خلينا ارن على لحظة شوي، خلينا ننهي هذا الإزعاج. طيب يا جماعة، هنا قاعدين بيعملوا شو اسمه تجربة إخلاء أو كذا بسموها، جاي عندنا خلية الأزمات. anyway مش مشكلة، كمل. الآن خلصنا إحنا من medial, lateral, proximal, distal، هذول كلهم يا جماعة راح نتعرض لهم في المواد المتقدمة في المحاضرات الجاية، فأوتوماتيكلي لازم تكون حافظهم.
المادة هاي يا جماعة in general لازم تكون هاي المادة حفظ. anatomy كله حفظ. فكل ما حفظت أكثر كل ما راح تكون علاماتك أفضل في المادة. فهم فيها فهم بس الفهم قليل جدا مقابل الحفظ. يعني ميديال أنا فهمتك إياها بس لازم تحفظها كمان. proximal لازم تعرف إنها قريب. حفظ distal far away بعيد. anyway اللي بعديها superficial. كلمة superficial مهم جدا كطالب أنت في مادة طبية تعرف شو معنى superficial. superficial معناها external. مثلا لما بقول لك الجلد، الجلد هيو بغطي skin superficial to the skeletal muscle. لما بحكي الجلد بغطي العضلات، فكلمة دائما superficial معناها external يغطي خارجي. فكلمة superficial معناها skin يا جماعة skin. أغلبها أغلب الأمثلة عليها superficial skin. لكن ممكن مثلا يكون إشي ثاني superficial. مثلا خلينا نيجي نحكي والله العضلة تغطي العظم، فأنا هون بستخدم العضلة superficial للبون. فكلمة superficial غطاء. الآن deep. deep معناها عميق. internal deep كلمة استخدمها في أي مكان. deep معناها عميق. أوكي يعني مثلا خلينا نحكي الارتري دائما بيكون deep في الجسم مقابل الفين. الآن أنا لو أطلع على إيدي خلي أفرجكم زيك، خلينا أشغل الفيديو. طلعوا شايفيني ولا لا؟ شايفيني؟ شايفينك يا دكتور. مثلا هاي الجلد، الجلد هذا بسميه superficial. طيب أنا لما بطلع على إيدي هنا يا جماعة شو بشوف؟ اللي بشوفه هنا فين، هذا فين بيكون بالسطح. طيب وين الارتري؟ الارتري بيكون دائما ديب. الفرق ما بين الارتري والفين، الفين ظاهر بقدر أشوفه، بقدر مثلا أخذ الإبرة فيه، لكن الارتري ديب ما بقدر أشوفه. هاي كلمة ديب في الأناتومي تستخدم. سوبرفيشل اللي هو الجلد. أوكي طب نكمل بعديها. ابسيلاترال. شوف هنا ابسيلاترال طلع شو معناها؟ at the same side. شوف هنا انتبه لها. مثلا اليد اليمنى مع اليد أو القدم اليسرى. أوكي يمين مع يمين. أوكي بنسميها ابسيلاترال. ممكن تتعرض لهاي الجملة. كونترالاترال أوبزيت. لما بحكي اليد اليسرى مع القدم اليمنى أو اليد اليمنى مع القدم اليسرى، واحدة عكس الثانية، هاي بسميها كونترالاترال. نعرفها هاي يا جماعة خصوصا العلاج الطبيعي مهمة هاي الكلمات. كونترالاترال إبسيلاترال يمين مع يمين، القدم اليمنى مع القدم مع اليد اليمنى. أوكي كونترالاترال هاي مادة أساسية لازم تعرفها، بكرة راح تيجي لمواد متقدمة. هذا من ناحية orientation. انتهينا احنا بهذول السلايدات من كلمة direction and orientation. أخذنا regional term axillary وappendicular. نجي على بعديها. طلعوا هنا regional term. طلعوا هنا دخلنا على مفاهيم جديدة. regional term الآن في اللغة في الأناتومي، أنا لما بدي أتعامل مع جسم الإنسان يكون عندي موديل. هذا موديل، هاي الصورة موديل بدي أتعامل معها. بيجي عندي كلمة سيفاليك. شو يعني السيفاليك؟ سيفاليك هو أناتوميكال تيرم المقصود في الرأس. كلمة سيفاليك فهمها سيفاليك. كلمة لاتينية طبعا أغلب الكلمات وأنا مأخوذة من يا جماعة من اللغة اللاتينية، سموها غريك أو الإغريقية. غريك ويرد أو لاتين ويرد. فالأناتومي أغلبه كله كلمات لاتينية أو إغريقية. طيب شو معنى السيفاليك؟ أنا لما باجي بحكي والله، خلينا نشوف مين معانا طلبة. والله باجي بحكي يا سالم
المشكله وين وين الشخص بيعاني. جاك بيشنت مريض انه المشكله عنده في منطقه السفالك. شو معنى السفالك؟ المقصود فيها الراس. طب شو المقصود بالراس؟ عندي الفرونتال اللي هو الجبين، الوجنه هاي بسموها الجبين فرونتال. هنا هاي المنطقه هاي، طلع خلينا نشغل الفيديو كيف بتعامل معها من ناحيه اناتومي. هاي يا جماعه هاي المنطقه، والله انا في عندي صداع هنا فبحكي عنه فرونتال. الراس كامل بسميه السفالك. طب السفالك عباره عن ايش؟ الجبين هنا هذا بسموه فرونتال. طب نرجع اللي بعديها اوربيتال. اوربيتال المقصود فيها العين. انا الايز ما بسميها باللغه الاناتومي اي، بسميها اوربيتال. اوكي نظري او اوربيتال، او فنسميها الان انت لما بتشوف على محل النظرات شو بكون كاتبين عنده اوربيتال، اي امر بتعلق في النظر. بعدين الانف ما بسميه نوز، بسميه نزال باللغه اللاتينيه او اللغه التشريح. اورال الفم، الفم ما بسميه ماوث في علم التشريح، بسميه اورال. والله يا جودي انت لازم تاخذي حبه الدواء اورالي. شو يعني اورال؟ بالفم. منتل، منتل اللي هو ايش هاي، شو اسمها المنتل، شو بسموها؟ دقن. الدقن. نعم الدقن، نعم بسميه منتل، ما بسميه اي مسمى ثاني. فهذول المجموعات كلهم تيجي تحت مسمى السفالك. واضح كيف بتعامل بالاناتومي مع الجسم؟ هاي كلمة السفالك. بعدين نيجي اللي بعدها، خلينا نكون على نبلش في المنطقة هاي اللي هي بشمالنا. بعديها بعد السفالك انتهينا من الرأس، نيجي على الرقبة. الرقبة بسموها السيرفايكال نيك، من الخلف. من الخلف، فكلمة سيرفايكال باللغة اللاتينية معناها الرقبة. بعدها نيجي على الصدر. الصدر ما بسميه تشيست مثلا، او بسميه، لا بسميه ثوراسك. ثوراسك في الاناتومي. فالصدر كامل المقصود فيه الرئة وغطاء والقلب. في هاي المنطقة شو في عندي؟ في عند الرئة، في عند القفص الصدري والقلب. شو بسميهم؟ ثوراسك. المنطقة هاي الريجن بسميها ثوراسك. طيب الثوراسك شو فيها؟ فيها ستيرنال، فيها اكزيلري ميموري. فيها شو يعني اكستيرنال؟ شوفوا يا جماعة اكستيرنال، او اسف الستيرنال هو العظمة اللي موجودة ما بين اللفت والرايت لنج. هاي عظمة بنسميها ستيرنال أو ستيرنم، بعدين نعرفها. فكلمة الثوراسك نقصد فيها المنطقة هاي اللي هي القلب، الصدر، إيش كمان حكينا، الرئة، هاي كلها اسمها ثوراسك. بعدين نيجي على الأبدومينال. أبدومينال حكينا بطني، البطن هذا كله بنسميه أبدومينال، ما بنسميه مثلاً ستمك، لا نسميه أبدومينال. طبعا هنا في عندي عضلات، في عندي المعدة، في عندي الأمعاء، الكبد، السبلين، الطحال، هاي كلها في منطقة الأبدومينال. الآن طلعوا على السرة، هاي اسمها أمبليكال. أمبليكال باللغة اللاتينية. بعدين بيجي عندي الحوض، بلفس، هاي كلها سميناها من البلفيك إلى السفالك، هاي سميناها إكزيال ريجن. أو ممكن طبعا من ضمن الإكزيال ريجن بيجي عندي أبر لمب. طيب خلينا نشوف على، خلينا نصيح هاي بس شوية يا جماعة، صغر الشاشة. الآن طلع نيجي على الجهة اليمين أبر لمب، طلع المنطقة هاي أكروميال. منطقة هاي في الأبر لمب اللي هي بالشولدرز عند الأكتاف، بنسميها طبعا هون المنطقة هاي ديلتويد، بس الأبر لمب هاي المنطقة بسموها شولدرز أو أكروميال. إذا أنا بحكي عن ريجن أكروميال. بعدين نيجي على الباي والتراي، هاي المنطقة في الأرم بسموها براكيال. أوكي
انتبه لها يا جماعة، براكيال. أنا هنا بحكي عن ريجن براكيال. بعدين نيجي على المنطقة هاي في اليد، انتي كيوبيتال أو انتي كيوبيتال، هذا كله تابع للأرم. فتشوف الأرم كيف مقسمة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، العلوي أكروميال بعدين براكيال انتي كيوبيتال. والله وين الإصابة مثلا؟ إجاكم بيشنت والله حكيت والله عنده الإصابة في منطقة الانتي كيوبيتال، معناته في اليد. وين في اليد؟ في المنطقة هاي. ما بعرفش بسموها المنطقة هاي في اليد يا جماعة، ايش بنسميها باللغة العربية اللي هي هاي؟ طلع علي هاي المنطقة، هاي المنطقة شو بنسميها باللغة العربية؟ هاي اللي جاي ما بين الباي والتراي واليد، الكوع. لا الكوع اللي ورا، بس هاي باللغة العربية بيست. شو اسمها؟ انتي كيوبيتال، هاي المنطقة هاي التجويف هذا. anyway اللغة العربية ما بعرف والله شو السواعد، ساعد ممكن، ما بعرف. anyway بسموها انتي كيوبيتال، احنا بهمنا اللغة العلمية، ما راح نتعامل باللغة العربية. anyway اللي حاب يشتغل في اللغة العربية يدخل يتعرف عليها بالله. اللي بعديها المنطقة هاي اللي هي من الانتي كيوبيتال لهون لعند البال، هاي شو اسمها؟ الريجن، كريجن مش كعضلة. نعم مش كعضلة ولا كعظمة، هاي شو بسميها؟ والله عندي إصابة هون صارت. طب شو اسم المنطقة هاي؟ هاي يا جماعة اسمها أنتي بريكيال أو فور أرم، سموها أنتي بريكيال. نفهمها، والله الإصابة في الأنتي بريكيال أو الفور أرم أوتوماتيكلي طلاب المتخصصين في المجالات الطبية بكونوا عارفينها، لازم تكونوا عارفينها. انتي بريتيال هاي انتي كيوبيتال للإصابة، انا بحكي عن ريجن. بعدين نيجي على المنطقة هاي، هذا الرسغ يسموه رسغ، هذا رسغ صح؟ اه دكتور، هذا ما بسميه كاربال في الاناتومي، في اللغة العامية رست، لكن في اللغة العلمية كاربال. بعدين نيجي على أصابع اليد، هذا الأصبع الأصبع الكبير هذا ولا شو اسمه؟ الأصبع الصغير، الأصبع الكبير، الإبهام، هذا مش هذا الإبهام؟ آدي الإبهام باللغة العلمية، والله واحد عنده إصابة كسر صار فيه في الإبهام، هذا ما بسميه إبهام باللغة العلمية، بسميه بوليكس. بوليكس. بعدين نيجي على المنطقة هاي، واحد عنده صار والله إصابة في المنطقة هاي في البالم، طبعا هاي بنسميها بالمر. بالمر هذا ريجن، أنا بحكي عن ريجن، هذا اسمه بوليكس، هذا بالمر. بعدين الأصابع في اللغة الأناتومي، الأصابع ما بسميها فينجرز، بسميها ديجيتال. أوكي اللغة العلمية ديجيتال، اللغة العامية فينجرز. فالبوليكس مع البوليكس مع البالمر مع الديجيتال كلهم هذولا بسميهم مانوس، هيها مينوس. اوكي مينوس. بعدين نيجي على اللور لمب، هسه انتهينا من الابر. اللور لمب نيجي على الفخذ، هذا بسميه لور لمب، الفخذ هون كوكزل الهب، الحوض، هاي المنطقة هاي. طلع يا جماعة هاي، خلنا وقف، أنا هاي منطقة هاي بسميها شو بسميها؟ كوكزل هب. والله واحد عنده إصابة صار في المنطقة هاي الجنب، هذا الجنب بسميه كوكزل. بعدين ننزل الفخذ، هذا شو بسميه؟ هو باللغة العادية ثاي، لكن في اللغة العلمية فيمورال، لأنه في عندي هنا عظمة اسمها فيمورال. الفخذ بسميه فيمورال من ناحية ريجن، والله عنده إصابة صارت هنا فيمورال، عنده ضربة هنا كوكزل. طيب بعدين نيجي على الركبة بنسميها باتيلر. باتيلر طبعا الركبة في اللغة العلمية اسمها باتشولا،
بس الريجن باتيولر. أنا بحكي عن الريجن يا جماعة. هذا كله لور. بعدين نيجي على المنطقة هاي، واحد صار عنده إصابة في المنطقة الأمامية اللك هاي. كرورال، كرورال. لا سمح الله صار كسر هنا. كرورال. الجنب اللي من وراء. فيبيولر. فيبيولر من وراء. بعدين نيجي على القدم. القدم بسموها الريجن هذا كقدم. من ناحية علمية بسموها بدال. بدال. مش فوت، بدال. طيب نيجي الاصبع الكبير زي اللي هنا سميناه بوليكس، لكن للقدم بسميه هالوكس. بوليكس، هالوكس. الاصابع القدم نفس الشيء، ديجيتال زيها زي اصابع اليد. بعدين نيجي عندي العظام اللي موجوده في في باطن القدم، وانا شو نسميها احنا باطن القدم نسميها ميتاترسال، العظام اللي موجودة خلف الأصابع القدم. بعدين نيجي على الـ إيش اسمه هذا؟ رسوب ولا إيش بسموه هذا؟ بسموها هاي الكاحل دكتور. الكاحل، العظم اللي هنا أكيد كاحل، ومش تحت اللي كاحل ولا لا؟ الكعب اللي وراء هذا الكاحل صح؟ الكاحل دكتور. الكاحل بسموه الكاحل ده. أنكل، نعم، ترسال. بعدها ميتا ترسال، العظام اللي خلف الأصابع القدم. الأصابع نفسها ديجيتال، الأصبع الكبير هالوكس، كلهم مع بعض نسميهم بدال. واضح جمع كيف أنا الريجنال والتيرمز في اللغة العلمية. سيفاليك، سيرفايكل، نيك، ثوراسيك، قفص صدري، أبدومينال، البطن، بسموها هاي أمبليكال اللي السرة. بعدين بيجي عندي البلبس، الحوض، الأبر لمب المقصود فيه مثلا اليد، اليد أبر لمب كم جزء فيها؟ حوالي 1 2 3 4 5 6. شو بسمي كل جزء؟ الإصابة في الأكروميال أو الإصابة في البراكيال أو في الإصابة في المنطقة هاي أنتي كيوبيتال أو في الساعد مثلا أنتي بريكيال، الرسغ، كربال. بعدين نجي على الأصابع أو اليد نسميها مانوس من ناحية ريجن. الأصبع بوليكس، باطن اليد بالمار، الأصابع ديجيتال. بعدين ننزل على اللور لمب، نبلش الهب هذا الجنب عند الحوض نسميه كوكزل، الفخذ فيمورال، الكعب بنسميه باتيلر. بعدين ننزل لتحت لج، هاي المنطقة بنسميها كرورال، الخلفية بنسميها فيبيولار. بعدين نجي على القدم بنسميها بدال، نحكي الكاحل ترزال، العظام المرتبطة مع كاحل ميتاترزال، صابع القدم ديجيتال، والأصبع الكبير هالوكس. فأنتوا بتتعاملوا في اللغة العلمية بهاي اللغة، وليس والله بحكيش أنا والله الأصبع الكبير للقدم بسميه هالوكس. أوكي، نوقف لهون يا جماعة. في حد عنده أي سؤال؟ يسلم دكتور، الله يسلمكم. بديش أطول عليكم حتى ما